في لارام تكون ديك ثلاثه جوج تكون لا باتري تكون كتشد حتى هي الوقت بزاف. المهم عندي لارام ستوكاج كاميرا في لامارك تكون معروفه عالميا. كاين منافسه لا كونكورونس بزاف بالنسبه للتليفونات، بزاف ديال الشركات دخلوا الميدان. هواوي راه شركه رائده في الميدان ديال التليكومونيكاسيون وهادشي ديال الاتصالات اللاسلكيه، دونك كتكون متيقن ان حتى لا ناتور ديال لي بيس اللي كاينين لداخل كتكون لا ريسيبتيفيتي ديال لي زوند وهداك الشيء يكون خدام. حنا المغاربه راك عارف تنقلبوا على شويه ديال الرخا، تشوف الثمن، الثمن هو المهم في الامر، قلتي ولا سي باز عليه الواحد. بين 2500 درهم طالع. فوق 300. كي قلبك عارف كاع تجي شي وطن. كاين في السامسونج جي 7 برو. وكاين في الهواوي الماد ديس لايت. بالنسبه للارام فيه 4 جيجا في الارام. يعني هذه حاجه اساسيه في التليفون. و 64 جيجا في الميموار. 64 جيجا الكاميرا، في كاميرا زوينه يعني اللي سيلفي دابا الشباب وكل شيء دابا تيبغي اغلبيه التليفون تيبغي على الكاميرا. ستوكاج فيه 64 جيجا، هذه حاجه يعني محتاجه الشباب دابا. كاين اللي عندهم دي شين في يوتيوب كيبغي يديروا دي فيديو، كاين كيبغي تيليشارجي لي جو بزاف، يعني كيركز على القضيه ديال الميموار. بثمن مزيان بالنسبه لهذا الشيء اللي فيه، بثمن مزيان 3200 3300. كان عندي سامسونج ولكن منين جربته منين خرج وجربته عجبني في الكاميرا ديالو في لافيشاج ليكرون. بطبيعه الحال بالنسبه لهذا الشيء اللي فيه زائد الثمن، يعني راه يعني اي واحد اللي كي يعني كيركز على ستوكاج يركز على لارام، يعني عنده هدف في التليفون راه غياخذ الهواوي.